بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا طلاب بالجزء الثاني ونتناقش موضوع السبوستريز. تكلمنا بالجزء الأول على الفيزيولوجيكال فاكتور، how it impact bioavailability and drug absorption from suppository. اليوم راح نتكلم على الفيزيكوكيميكال فاكتورز اللي هي تتعلق بما تتعلق بالدرج وتتعلق بالبيز اللي أنا مستخدمها بالسبوستري، يعني إذا كانت ليبيد، إذا كانت ووتر سولوبل بيز، جليسرينيتد جيلاتين أو واتيفر البيز، شو هي الفيزيكو كيميكال بروبرتيز اللي هي تأثر امباكت أو انفلونس دراج ابزوربشن فروم سبوزيتوري. راح نتكلم على الفيزيكو كيميكال فاكتورز اللي هي تتعلق بالدراج. أول شيء هي الريلاتيف سوليوبيليتي اوف دراج ان ليبيد اند ان ووتر. هذا الدرج ايش قد يذوب بالليبيد وايش قد يذوب بالووتر، لان احنا نعرف انه معظم السبوستري هي شنو البيز مالتها، هي تكون ليبيد كوكو بتر اور اني اذر ليبيد. راح ناخذهن هسه همينه راح ناخذ عليها امثله. هذه الليبيد اذا كان الدرج هو ذايب بالليبيد بدرجه كبيره وما يذوب بالووتر، بصعوبه انه يصير بي ريليز من السبوستري بيز للانفايرمنت مات الركتم اللي هو ميوكاس اكوياس، وبعدين هناك يذوب ليصير بي ابزوربشن. So we need to know the relative solubility of drug. اذا كان هو highly lipid soluble المفروض انه انا اغير البيس ما استخدمها لبيد، او ممكن انه كل الاحوال يجوز ما ممكن انه يصير شنو سوي suppository. Also particle size على شنو تأثر على الديسوليوشن. كل ما تقلل بارتيكل سايز تزيد السيرفيس اريا، انكريز السيرفيس اريا، واكوردنج تو نويز ويتني الديسوليوشن ريت راح يزيد. انا دا اتكلم على انفايرمنت بالركتم هي ما يحتوي لي غير 2 تو 3 مل اوف ليكويد، فهنا البارتيكل سايز والديسوليوشن ريت از فيري امبورتنت انه انا استخدم سمول بارتيكل سايز to enhance or increase the dissolution rate. So إنه أنا أشتغل particle size كبيرة ممكن إنه dissolution يحتاج ل dissolution rate dissolution complete dissolution of the drug قبل ما يصير بي absorption، لازم يصير بي dissolution يتحول إلى solution. So إنه هنا ممكن يحتاج يفد يجوز ساعة يصير بي dissolution. طيب خلال هاي الساعة بسبب البارتيكل سايز احتاج هذا الوقت، خلال هاي الساعة صار ديفيكيشن، خسرت أنا هذا الدرج كله قام يطلع ويا الفيسز سبوستري والبارتيكل بعدها مذايبة ما صار بها absorption. So we need to use particle size, small particle size. Also we need to understand the surface properties of these particle. The amount of drug الشيء المميز بالركتم انه قلنا هو شنو الروت اوف سوري الميكانيزم اوف ابزوربشن، هو باسيف ديفيوجن، يعتمد على الكونسنتريشن، يعتمد على الكونسنتريشن جراديانت. سو كل ما يزيد الدرج بالركتم لومن مات الركتم هنا شنو حيصير كونسنتريشن جراديانت، حيصير فرق بالكونسنتريشن كلش كبير ويعبر الدرج، يعني فرق كبير بين الركتم وبين البلاد ستريم. هنا راح يعبر الدرج كل ما يزيد الاماونت مالته الابسوربشن مالته يزيد، بينما مثلا باذر روت اوف ادمنستريشن مثلا بالاورال الابسوربشن من الانتستين ممكن يكون باسيف ديفيوجن وهمين راح يزيد الاماونت اوف الدرج كل ما يزيد الكونسنتريشن الابسوربشن يزيد. هاوفر اكو ماني اذر روت or many other mechanism for absorption. For example, active transport. اكو فد كارير موجود بالدودينام مثل ما قلنا. هذا اذا ازيد concentration مثل الدراج ما ممكن يمتصه بعد الجسم. ليش؟ يعني يصير saturation للكارير. دي يشتغل بطاقة معينة. ينقل هلقة كمية خلال وقت. من ازيد الكمية هو ينقل هاي الكمية خلال وقت. ما يقدر ينقل اكثر من عدها. فهنا amount of drug ما راح يزيد للباي افيلابيليتي، بينما بالركتم لان هي كومبليتلي باسيف ديفيوجن فكل ما ازيد كميه الدرج
معناته شنو؟ دا زيد الباي افيلابيلتي يعني بالحقيقه بسبب الكونسنتريشن جراديانت اللي دا يصير. Also البي كي اي ماتر دراج قلنا هذا يكون ايونايزد ان ايونايزد از فيري امبورتنت also and affect الباي افيلابيلتي اوف دراج. زين شو هي الفيزيكال كيميكال بروبرتيز ريليتد تو ذا suppository base؟ أولا its ability to melt, that means شنو melting point مات الليبيد اللي يعني مستخدمة, and its ability to soften انه هي تكون شنو تصير soft or dissolve for water soluble base, ممكن انه هي تذوب ومن الذوب تحرر الدواء. So its ability to melt, soften or dissolve at body temperature بدرجة حرارة الجسم. Its ability to release the drug substance. مثل ما قلنا أكو certain a drug is very highly lipid soluble. So the properties مال البيز is very important that تكون هي lipid. فما راح يصير release the drug. ما راح يصير بيabsorption. ما راح يصير بيbioavailability. Also the hydrophilic or hydrophobic characters of this base. It's also important. Its impact. It's the dissolution malata impact the drug release, impact a lots of things that may affect drug bioavailability, and also rheological properties after melting. ورا ما تذوب ورا ما تموع درجة حرارة الجسم. So rheological properties, is it converted to liquid? Maybe إنه هذا يصير بي leakage ويطلع هو والدواء قبل ما يصير بي absorption. احنا راح نتناقش وراح نشوف انه بعض هاي النقاط وشنو الامبورتنس مالتها. For example lipid water solubility اللي هي partition coefficient اذا تذكرون اللي هي partitioning of drug between oil phase water phase, ايش قد يطلع من الاويل يروح للووتر وايش قد يجي من الووتر يروح للاويل, يعتمد على solubility ما تدرك in both two phases اللي هي بالoil وبالwater. It is very important because إنه selection of suppository base من أجي أختارها إنه هي مو solubility ما تدرك بيها كلش عالي بحيث هي مثلا تكون lipid وsolubility بيها كلش عالي بحيث إنه بصعوبة لدرك إنه يطلع يروح لل الميوكس اللي موجود بالركتم لومن ويصير بيه بعدين بي absorption. So the suppository base and in anticipating drug release from that base is very important to be studied. شلون اسوي لها study هذه؟ من ادرس البارتيشن coefficient مال الدراج. الليبوفيليك دراج that is distributed in fatty suppository base in low concentration has less, يعني حاطة أصلاً درك كميته قليلة بهذا البيز, so it has less tendency to escape to the surrounding aqueous fluid than the hydrophilic substance in fatty base. يعني إذا كان عندي يعني الفاتي بيز إذا كان بيها lipid soluble drug غير suppository أيضاً fatty base وحاط بيها hydrophilic drug, ياهو اللي يصير بي ريليز أكثر الهيدروفيلك يصير بي ريليز أكثر. ليش؟ لأن هذاك الليبيد مذوب الدرج اللي هو ذايب بي اللي هو اللي حاطه أصلا بس هذا البيز وبصعوبة بعد يطلع أطلع من عنده ويروح للأكوياس ميديم. ووتر سولابل بيزز أكو عندي ووتر سولابل بيزز فور إكزامبل بوليأتيلينيك لايكول أو غليسرينيتيد جيلاتين همينة that dissolve in the anorectal fluid release for absorption of water soluble and oil soluble drug. شنو الفرق هذه الwater soluble base عن lipid base؟ هذه يصير بيها melting تتحول إلى solution والدراج إذا باقي الدراج هو ذايب بالlipid ما يطلع بعد, إذا هو hydrophilic الدراج راح يطلع يصير بي release ويصير بي absorption. بينما بالwater soluble base هي البيز نفسيتها تذوب بالمي, فمن الذوب وتحرر يعني معناته تحرر الدراج ريليز للدراج وذر هذا الدراج راح يكون ليبوفيليك أو هيدروفيليك يختلف عن الليبيد سولوبل بيز. ناتشرالي the more drug
a base contain the more drug will be available for absorption. ليش؟ يعني هذا قلنا هو باي باسيف ديفيوجن، كل ما يزيد كونسنتريشن مالت الدرج هنايا معناته يزيد الكونسنتريشن جريدينت بين البلاد ستريم وبين الركتم، معناته يصير باسيف ديفيوجن قوي وسريع بهالحاله، اذا باي افيلابيلتي تزيد. هاوفر هذا فقط بالركتم، هاوفر مو فقط بالركتم وانما كل الباسيف ديفيوجن ممكن يكون بالانتستين. هاوفر if the concentration of a drug in the small intestinal lumen is above particular amount at the small intestine which varies with the drug, the rate of absorption is not changed by further increase of concentration of the drug. هذا وين؟ بالsmall intestine. وكانت كان هذا الدرج هو شنو؟ absorbed by active transport. بس هنا شنو؟ كلها passive diffusion، فكل ما يزيد الconcentration معناته شنو؟ يزيد bioavailability. هنا مثال هذا الجدول مثال على different drug different solubility whether in fat or in water. إذا كان الدرج هو low fat soluble و high water soluble نستخدم له fatty base. إذا كان هو high fat soluble و low water soluble نستخدم له aqueous base. ما أقدر أستخدم fat base، ليش؟ لأن هو شنو؟ هو soluble بالفات، معناته ما راح يصير بي ريليز. إذا كان الدرج هو low fat soluble و low water soluble نستخدم intermediate base، ممكن يصير عندي mixture of base، not mandatory إنه يكون شنو؟ fatty or aqueous، ممكن أستخدم شيء intermediate بيناتهم. Particle size, how it's impact the bioavailability and drug release. For undissolved drug in suppository, particle size of drug influence the rate of dissolution. وقلنا هذه يا equation اللي تحدد rate of dissolution according to the particle size. Noyes-Whitney equation تشوفوها طلعوها لأن أنا شارحها سابقا. Noyes-Whitney equation rate of dissolution impacted by surface area or surface area impacted by particle size and its subsequent absorption. ماكو درج يصير بيه absorption unless إن هو يكون in solution form. فلازم أول خطوة شنو يصير؟ الدرج يصير بيه release وبعدين according to the particle size يصير بيه dissolution على سرعة معينة يصير solution بعدين يصير بيه release. The smaller the particle, the greater the surface area, the more readily the dissolution of the particle, and the greater the chance for rapid absorption. إذا كانت particle size كبيرة معناته أنه تحتاج وقت يلا يصير بيها dissolution، جو ساعات يعني يلا يصير بيها dissolution. شنو اللي يضمن أنه ما يصير بيها defecation، ما يصير defecation ويطلع هذه particle قبل ما يصير بيها dissolution وحتى تصير بيها بعدين absorption. راح نتكلم على السبوزيتوري بيز in the coming slides. كم سلايد راح نشرح السبوزيتوري بيز السبب شنو؟ السبب هي تعتبر حاليا important factor اللي هي influence drug bioavailability. فراح ناخذ شنو طبيعة هاي البيز، شنو هي الايديال بيز، شنو انواع البيز، اسماءها قبل ما نبدي بتحضير السبوزيتوري. How we prepare السبوزيتوري. So the base must be capable of melting, softening, and dissolved to release its drug for absorption. أنا ما يصير أستخدم suppository base وهي تبقى solid داخل الجسم. فأيضر إنه يصير بيها melting بسبب حرارة الجسم، or يصير بيها softening صير soft or dissolved الذوب. إذا ما ذابت ولا صار بيها softening ولا صار بيها melting هذه مو suppository base. If the base interact with the drug to inhibit its release, أكيد drug absorption will be impaired or even prevented. ما ممكن بعد يصير بي absorption. Also, if the base irritate the mucous membrane of the rectum, إذا سببت irritation هذا شنو هي؟ شو حيصير؟ Initiate colonic response and prompt bowel movement
رأسا يصير defecation، يصير urgency for defecation بسبب هذا ال irritation. وتذكر قلنا ال suggested mechanism مال glycerin suppository شنو هي، شلون تشتغل وتسبب laxation، تشتغل ك laxative ان هي سبب irritation ال mucous membrane، تسوي dehydration، تسوي irritation ال mucous membrane، promote defecation. So it's it may initiate هذه الointment B sorry ال suppository base may initiate colonic response and prompt bowel movement. راح يطلع هذه suppository راح تطلع eliminated and prospect completed and prospect of completed drug release and absorption will be impaired. ما راح يصير بي absorption. ليش؟ لأن هذا صار movement وطلعت السبوستري قبل ما يصير release. Because of the possibility of chemical or physical interaction between medicinal agent and the suppository base which may affect the stability and or bioavailability of the drug, the absence of any drug interaction between the two agents should be ascertained before or during formulation. هذا شيء منطقي، انا عندي drug وعندي carrier، هذا اذا صار بيناتهم any interaction المفروض انه اني اشوف غير ointment غير suppository base. انا كلبت عندي الointment base suppository base، فلازم استخدم غير suppository base بحيث انه اني اضمن انه ماكو اي physical or any chemical interaction between suppository base and the active constituent. Properties of ideal suppository base. Ideal suppository base لازم يكون عنده هاي المواصفات. So this property like the suppository base should be physically, chemically stable, non-irritating, non-toxic, and also non-sensitizing chemically or physiologically inert. ما تسبب irritation. Compatible with variety of drug. تكون هذه inert even with drug compatible with any drug ممكن إنه أستخدمه. Dissolve or disintegrate in mucus secretion or melt quickly at body. مو طول. ولهذا أنا قلت لكم من يصير عندي sustained release suppository. It's difficult. Difficult إنه أنا أضمن إنه ما يصير بي defecation أو أنا release يطول ساعتين. It's difficult إنه أنا أسوي such formulation. Must be dissolve or disintegrate in mucus secretion or melt quickly at body temperature to allow release of medicament حتى يطلع عندي الدرج. Remain molten for sufficient period of time to allow pouring into molds بالتصنيع مالتها. من أجي أرفع درجة حرارتها وخليها بالقالب، أجي أرد أصنعها وأحطها بالقالب مالتها. المفروض أنه هي خلال النقل مالتها تبقى أنه هي liquid بحيث أنه بسهولة أجي أصبها بالقالب، مو رأساً تتحول إلى solid وبعد ما أقدر أصبها بالقالب. Solidify ورا ما أصبها بالقالب. Solidify sufficiently rapidly to minimize sedimentation of the dispersed drug. ورا ما أضفتها وحطيتها بالقالب مو تبقى عندي فترة ساعة يلا يصير بيها شنو؟ يصير بيها solidification تتحول إلى صلب. والدرج هو disperse مو solution صاير بيها. فالدرج disperse يبدي يصير بي شنو precipitation، لا أريد تتحول إلى solid ورا ما أصبها. Also should shrink on cooling من أبردها المفروض يصير حجمها تصغر بالحجم مالتها، shrinkage يصير بيها to allow easy withdrawal of the suppository from the mold من القالب من أصنعها. من أبرد القالب شوية حتى تنفصل عن الجدار مالت المولد مالت القالب المفروض يصير بيها شنو؟ يصير بيها شرينكج من أبردها أنا بدي أقدر أطلعها من القالب. Has wetting and emulsifying properties. Stable on storage. Does not change color, odor and drug release pattern. مفروض تكون شنو؟ stable for certain period of time. أنا موت تضمن لي good formulation. One important properties for suppository base, it should be solid at room temperature.
but soft, soften, melt or dissolve readily at body temperature. ليش؟ لأن هي solid أقدر أسوي بيها insertion وبعدين يصير بيها melting or softening or dissolved to release the drug in the body after insertion. So the drug is fully available soon after insertion. ومثل ما شفنا أنه certain suppository base are more efficient in drug release than other. مو كل drug أقدر أستخدم لأي suppository base. نشوف هنا هسه عندي انواع السبوسيتري بيس. اول نوع هو الفاتي اور اوريجينوس بيس اللي هي مثلا كوكو باتر وماني اذر فات 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 فاتي بيس راح نشرحها. اند اولسو وي هاف ووتر سولابل اور ووتر مسابل بيس وعدي مسلينيوس بيس. ثلاث انواع من السبوسيتري بيس راح نشرحها هسه شويه. So fatty, fatty or oleaginous base مثل ايش عندنا؟ cocoa butter or theobroma oil melt quickly at body temperature but because it is miscible with body fluid fatty soluble drug tend to remain in the oil and have little tendency to enter the aqueous physiological fluid. مثل ما قلنا انه الفاتي drug صعوبة انه تصير بها release من الثيابروما oil. For water soluble drug cocoa butter the reverse is usually true. So انا اقدر استخدمها للwater soluble drug هنا اسوي بيها dispersion بالثيابروما oil release مالتها حيكون very good for absorption. When irritation or inflammatory is to be relieved as an a treatment of anorectal disorder يعني اذا كان عندي مثلا anal fissure hemorrhoid يكون عندي الكوكو باتر هي افضل نوع. السبب انه شنو هي ليبيد فعدها يكون ايموليانت اور سوثينج اور سبريدنج اكتيفيتي مالتها تكون افضل من الووتر سولبل بيس اور المسلينياس بيس. النوع الثاني هي الووتر سولبل اور الووتر ميسبل بيس. هذه بيش استخدمها؟ استخدمها للفات سولبل دراج على مود يصير بيها ريليز، يعني إذا استخدمت هذه الدراج ويا التايبروما أويل ما يصير بيها ريليز. So the fat soluble drug seems to be released more readily from the bases of glycerinated gelatin or polyethylene glycol. هذين النوعين هن من أنواع الووتر سولبل. Glycerinated gelatin or polyethylene glycol. Both of which dissolve slowly in the body fluid. هذا هنا بيصير بها melting. هذني ذوبان هذني السبوزيتري بيس. In miscellaneous base generally is a combination of lipophilic and hydrophilic substance. هذه وين قلنا نستخدمها؟ نستخدمها إذا كان عندي الدراج هو low fat soluble low water soluble نستخدم هذا الكومبينيشن or miscellaneous سبوزيتري بيس. الفاتي اور اوليوجينوس بيس مثل ايش عندي؟ عندي كوكو بتر وراح نشرحها بالتفصيل لان هي اهم انواع السبوزيتري بيس. اولسو شنو عندي؟ عندي هيدروجينيتد فاتي اسيد اوف فيجيتابل اويل such as palm kernel oil زيت النوى مال التمر هذا يستخدموه. اولسو كوتون سيد اويل زيت بذور القطن هذن يستخدموهن ايضا ويا كومبينيشن على مود شنو يصير عندي؟ يصير عندي سبوزيتري بيس. Also what we have fat based compound containing compound يعني هنا هذا يصير mixture of fatty base compound containing compound of glycerin with higher molecular weight fatty acid. Higher molecular weight fatty acid يعني شنو 16 18 كربون اتوم. مثل ايش؟ مثلا عندي جليسيريل مونوستيارات هذا فور اكزامبل جليسيريل هذا جليسيرول ويا شنو؟ ويا ستياريك اسيد. سو جليسيريل مونوستيارات هذا مونو جليسرايد هذا نوع من انواع المونو جليسرايد. اولسو وي هاف جليسيريل مونو بالميتات مونو بالميتات بس بدل هذا الستياريك اسيد اكو بالميتيك اسيد. هذا الستياريك اسيد 18 كربون اتوم
بالميتيك اسيد هو شنو؟ 16 كربون اتوم. فيستخدمون شنو؟ يستخدمون جليسيريل مونو ستيريت او مونو بالميتيت، هي يكون هاير مولكولار ويت فاتي اسيد. ليش استخدم هاير مولكولار ويت فاتي اسيد؟ على مود اضبط شنو؟ اضبط الميلتينج بوينت مالتها، ما يصير تكون ليكويد، اريد تكون شنو؟ تكون سوليد. Also we have many commercial product employed employ varied combination of these type of material to achieve the desired hardness under condition of shipment and storage and the desired quality of submitting to the temperature of the body and release the medicament. المفروض انه انا هنا من استخدم combination شنو اللي يصير عندي؟ المفروض اضبط الميلتينج بوينت مالت الميكستشر اللي يطلع عندي بحيث يكون solid on transport, solid on application and readily melted when inserted inside the body. انا بدي يتحول الى شنو؟ يتحول الى liquid وreleaseof drug يصير. كوكوا بتر، شنو هو الكوكوا بتر؟ هذا هي اللي راح ناخذها بالتفصيل. ليش؟ لان هي هذه من اهم السبوستري بيز، الاوريجينال سبوستري بيز الموجوده كوميرشيالي وتستخدم بهواي انواع من السبوستري. كوكوا بتر از ا فات اوبتين فروم ذا روستد سيد اوف ذا بروما كوكوا. سو هو الفات اللي يطلع عندنا من البذور الكاكاو المحمصه. At room temperature it is yellowish white solid having a faint agreeable chocolate like odor. هو مش هو مستخلصي من الشوكولات فيكون ريحته مثل ريحة الشوكولات. Chemically it is triglyceride هذا هو جليسرين وياه ثلاثة فاتي أسيد. عادة تعرفون شنو الستركتشر مال مونوغليسرايد؟ هو شنو المونوغليسرايد؟ جليسرين او جليسيرول وياه فاتي اسيد واحد. الداي جليسرايد هو جليسرين وياه اثنين فاتي اسيد. هو تراي جليسرايد هو جليسيرول او جليسرين وياه ثلاثة فاتي اسيد. تعتمد هذا اني دائما يعني انواع التراي جليسرايد انواع الداي جليسرايد مونوغليسرايد يعتمد على شنو فاتي اسيد متصل به. So chemically it is triglyceride combination of glycerin and one or different fatty acid. مبدئيا هو اوليو بالميتو ستيارين. triglyceride هو اوليو بالميتو ستيارين. مثلا هذا هو شنو؟ هذا glycerin، هذا اوليو بالميتو ستيارين، اوليك اسيد، palmitic acid، stearic acid. Oleo palmito stearine triglyceride and oleo diastearine oleic acid مرتين متصل ويا الجليسرايد يسموه oleo diastearine. Sorry oleo oleic acid و stearic acid اثنين اكو، هذا ايضا triglyceride oleic acid واستيارك أسيد اثنين، يعني مو أوليو بالميتو استيارين، لا أوليو داي استيارين يصير. فمن نشوف هيك رينج بالستركتشر مختلف different triglyceride، فش نتوقع؟ نتوقع هذني different molecule different melting point. فنشوف نوعية الكوكو بتر، أكو بي أنواع، أكو المصدر مالته يجيك كوكو بتر melting point مالته واضحة. ما بي هذا الكومبينيشن، تعتمد على وين مزروعة هذه النبتة مالت الكاكاو. فدائما المصادر مالتها جدا مهمة، اكو مصادر كلش تشيب بحيث انه يجيني فد رينج وميكستشر كلش هواي من هذه تريجليسرايد بحيث ما اضمن شنو الميلتينج بوينت مالتها. واكو مصادر لا تكون رصينة مجهزين تكون الكواليتي مالت البرودكت مالتهم واضحة وجيدة مفحوصة بحيث شنو؟ انه هي reproducible، بحيث انه انا هاي تجيني هاي الوجبة، الوجبة وراها نفس الميلتينج بوينت دي تجيني. سبب شنو؟ سبب انه هو بي كومبينيشن، هو مو مادة وحدة، هو كومبينيشن مال ماني تريجليسرايد. مبدئيا هو اوليو بالميتو ستيارين واوليو دايستيارين. because cocoa butter melts at 30 degrees Celsius
to 36 degrees Celsius, it is an ideal suppository base. Melting just below body temperature, اللي هي 37 37, and yet maintain its solidity at usual room temperature. درجة حرارة 24 هي solid, درجة حرارة 36 تتحول إلى شنو؟ إلى liquid. Melting point, عبرة الملتينج. So هذا ideal إنه يستخدموها. However, because of its triglyceride content, cocoa butter exhibit marked polymorphism. هذا اللي تكلمنا عنه. Polymorphism يصير بحيث الملتينج بوينت يصير عندي فد وايد رينج وديفرنت, ولا كأنما هي الكوكو بتر. لا ليش؟ لأن هي بيها كومبينيشن من هاي تريجليسرايد or existing in several crystal form. Polymorphism وديفرنت كريستال فورم يصير بيها. So different melting point. الجيدة مالتنا هي اللي احنا نريدها شقد, هذه هي الملتينج بوينت المطلوبة من 30 إلى 36. أكو عندي 18, أكو عندي بالعشرينات, هذني ما أحتاجهن, هذني أكيد ما راح يكون solid at room temperature. تكلمنا بالمرحلة الثانية, خدنا solid state, تكلمنا على شيء اسمه polymorphism, وذكرنا مثال على cocoa butter. ليش؟ يعني هي most commonly very important example. خلينا نشرح هي شنو هي البوليمورفيزم هنا, يعني in very short. بوليمورفيزم شلون راح يصير؟ راح يصير انه different condition, اكو يتكون عندي different nuclei, different arrangement مات السوليد اللي راح يصير المولكيول شلون تترتب. فdifferent arrangement, بس تتكون هاي الarrangement تصير نواة انه كل المولكيول يجن يتجمع يصير مثلها, تصير نيوكلياي for this crystal. إذا تكونت هذه الكريستال راح تصير نواة كل المولكيول يجن يتجمع يصير مثلها according to the condition اللي تصير. فممكن يصير عندي نفس الكيميكال ستركتشر, the same chemical structure, however الفيزيكال بروبرتيز بين هذول الاثنين راح تختلف. واحدة من الامبورتنت فيزيكال بروبرتيز هي الميلتينج بوينت. So the melting point مال هذا الarrangement is different from melting point of this arrangement. بالكوكو بتر أكو four different nuclei, different four different arrangement of this molecule. الأسوأ واحد هو الألفا, الألفا اللي هو metastable. Metastable melting point مالته في حدود 18-19 درجة مئوية. والبيست هو حيكون بيتا وبيتا برايم اللي هي يكون شنو 30 إلى 36. سو أنا إذا أريد أسوي مثلا كوكو بتر وأريد أسويها كسبوسيتري بيس, أريد يكون الارنجمنت يكون ألفا ولا بيتا؟ أريد يكون بيتا حتى يكون سوليد بالروم تمبرتشر, وبعدين بيصير بالبادي تمبرتشر بالات بادي تمبرتشر راح يتكون الى ليكويد. انا ما اريد يكون الميلتينج بوينت مال 18 بحيث انا بالبريبريشن يسوي لي مشكله اذا ورا ما اسوي له مولدينج. بعد شلون اطلعها من المولد ورا ما اصبها بالقالب؟ شلون اطلعها من القالب وهي بعدها ليكويد غير ابردها؟ زين ابردها وشلون اطلعها اذا هي ما راح تصير سوليد؟ هاي وحده. اثنين, تبقى عندي upon storage هي liquid, ممكن يصير بي sedimentation هذا الدراج اللي يعني مسوي اللي حاطه بها suppository. اللون ممكن يكون اللون يصير بي يتحول من جزء من مكان إلى مكان آخر فيصير شكلها كلش ما حلو. فعندي شنو اللي أريده؟ أريده يكون عندي بيتا مو ألفا. So خلينا نحكي هسا, when cocoa butter is hastily or carelessly melted at temperature greatly exceeding the minimum required temperature and is then quickly chilled, the result is metastable crystalline form اللي هي alpha crystal with a melting point much lower than that of original cocoa butter. يعني أنا شلون تتكون عندي هذه؟ يمن أنا مستعجل, أنا بالمصنع بالصيدلية وجيت أريد أذوب أنا الكوكو بتر ومستعجل أريد أطلع إنتاج سريع, أذوبها على السريع بدرجة حرارة عالية وأبردها على السريع. غلط, تغير عندي الكريستال, لازم أني أبرد أحميها ببطء, أسوي لها ميلتينج ببطء, أذوب الدراج بيها
وبردها ببطء. اما اذا احميها على السريع واسوي لها ميلتينج على السريع وارد ابردها على السريع اجمدها على السريع، راح تطلع عندي غير كريستال. وهذا كيرلسلي انا طلعت غير كريستال، هي ما تفيدني، فشلت عندي الوجبة. In fact, the melting point may be so low that cocoa butter will not solidify at room temperature. يعني بالوقت اللي أنا أحميها على السريع وبردها على السريع عشان تجمد وأطلعها وأخلص شغلي زين، بالحقيقة إنه هي أصلاً ما راح تجمد، ما راح تجمد يا من ده أصلاً يعني. ليش؟ لأن طلعت دي غير كريستال، غير melting point. However, because of crystalline form is metastable، هاي الألفا هتكون metastable، فهي بالنتيجة بالنهاية راح تتحول إلى stable بيتا، وهي melting point هتتعدل. however هذا transition might require days، ممكن يحتاج لأيام. فأني بالحقيقة إيش سويت؟ أخرت نفسي أيام بالشغل، على مود إنه أنا مستعجل، وبالخطوة الأولى بديت أشتغل غلط، مو حسب الجايد لاين، مو حسب الجايد اللي أنا مطلوب من عندي إنه أشتغل بيه. This transition might require several days، عدة أيام على مود يتحول من ألفا إلى بيتا. Consequently، النتيجة إيش راح يصير؟ If suppository that have been prepared by melting cocoa butter for a base do not harden soon after molding، بعد ما أخليها ما راح تصير hard، ورا ما أخليها بالمولد بالقالب، they will be useless to the patient and loss of time material and prestige. سمعتك خسرتها، والمواد خسرتها، و losing of time، راح تخسر التوقت. بالوقت اللي انت كنت مفكر ان انت تريد تشتغل على السريع، انت خسرت السمعة، خسرت الوقت، وخسرت مواد. cocoa butter must be slowly and evenly melted preferably over a bath of warm water. استخدم water bath، ما يصير حرارة مباشرة، to avoid formation of the unstable crystalline form and ensure tension in the liquid of the more stable beta crystalline that will constitute nuclei upon the congealing may occur during chilling of the liquid. يعني من أجي أستخدم water bath وأستخدم بالتبريد مالتها بدرجات حرارة هي موجودة بالجايدنس شلون أنا أشتغل بها، المفروض راح تتكون عندي البيتا نيوكلياي اللي هي أنا أريدها، الميلتينج بوينت مالتها تكون أفضل درجات حرارة أنا أريدها، على مود شنو؟ على مود تطلع عندي بيتا نيوكلياي وينبني على أساسها هذا البناء الكريستالين فورم. إذا ما مشيت على الجايدنس، استعجلت، حميت على السريع، بردت على السريع، راح تطلع عندي الألفا اللي هي أنا ما أريدها، وراح أخسر سمعة، وراح أخسر مواد، وممكن أصلاً يعني الوجبة كلها اللاين كلها يوقف عندي بسبب إنه أنا كنت مستعجل ومن اشتغلت بها. هذا هو القصد من البوليمورفيزم، إنه هنايا بالكوكو بتر السيريوس، موضوع جداً جدي ومهم إنه أنا أفهم شنو البوليمورفيزم والكوكو بتر. النقطة الأخرى اللي هي melting point lowering. بال melting point lowering أريد أذكر لكم في الموضوع أنه أنا شرح لكم إياه سابقا، اللي هو تذكرون السالول والثايمول، mixture of salol and thymol، اللي هو واحد يكون impurity للثاني. دائما المادة اللي بيها impurity melting point مالتها زيد لو تقل عن البيور. دائما إذا وجود الامبيوريتي يقلل، مينيمايز ديكريز الميلتينج بوينت، مينيمايز أو ديكريز الميلتينج بوينت أين امبيوريتي. أنا من أقول 36 درجة مئوية الميلتينج بوينت ما تتاية بروما من هي وحدها، بس incorporation of a drug رح يقلل لي الميلتينج بوينت، يعني السبوزيتري بعد ما تذوب درجة حرارة 36 يجوز تذوب درجة حرارة 27 أو 28. أنا همينة صارت ما مطلوبة هاي، من هو كوكو بتر وبيتا وكل شيء أوكي والبوليمورف كلش مضبوط، بس أخلي بيها درج قامت بعد ما تذوب بال 36 قامت تذوب بال 27 مثلا. مثل ليش مثل هاي الدرج؟ هي
Substances such as phenol, chloral hydrate have the tendency to lower the melting point of cocoa butter. If the melting point is low enough that it is not feasible to prepare a solid suppository using cocoa butter. بعد ما يفيدني الكوكو بتر واحدة انه احضر بيه كسبوسيتري. So sometimes we need to use solidifying agent. مثل ايش؟ ستيل استر ووكس استخدمها نسبة 20% من البيز. اور ممكن استخدم شنو؟ بيز ووكس شمع مال النحل تركيز 4% بالسبوسيتري بيز maybe melted with the cocoa butter to compensate the softening effect of adding substance من أضيف هذا الدواء. لأن ميكسشر الميكسشر دائما يكون الميلتينج بوينت مالته أقل من البيورو كومباوند. وتتذكرون هسة ترجعون تشوفون السلايد اللي شارح لكم بيه سالول وثايمول من يطلع عندي يوتكتك ميكسشر. يوتكتك ميكسشر شرحنا لهذا الموضوع وشون يأثر على الميلتينج بوينت الامبيوريتي. However, when we add steel ester wax or beeswax, the addition of this hardening agent must not be so excessive, كميات كبيرة, as to prevent the base from melting, تصير بعد solid حتى بالدرجة حرارة البادية منها ما يصير بها melting. Nor must the waxy material interfere with the therapeutic agent. ما يصير تتفاعل أو تعيق عملية الريليز مالت الدرج in any way so as to alter the efficacy of the product. ممكن يأثر لي على الإفكاسي وفعالية الدواء. What is the disadvantage of the bromo oil? أول disadvantage هي شنو هي؟ Polymorphism cocoa butter has a 3 polymorph. في عادة ممكن يسموها بيتا أو بيتا برايم فتصير 4. So 3 polymorph alpha crystals اللي هي تكون unstable درجة حرارتها 20 أو 18. بيتا crystal stable هي هاي اللي أريدها 36 درجة مئوية. And gamma crystal اللي هي أيضا تكون unstable تكون درجة حرارة 15 melting point مالتها. ياها أفضل واحد بيهم بيتا. When melted and cooled, it solidify in different crystal form depending on the temperature of the melting, rate of cooling, and size of the mass. If melted below درجة حرارة 36 and slowly cooled, it forms stable beta crystal. شون أحول أنا عندي هسه صارت عندي مشكلة عندي ألفا وارد أحولها إلى بيتا. لازم أنا أذوبها بدرجة حرارة أقل من 36 وأبدي أبردها شوية شوية with normal melt ترجع تصير شنو بيتا. But if overheated إذا حميتها بدرجة حرارة كلش عالية it may أكثر من 36 it may produce on cooling unstable gamma crystal which melt about درجة حرارة 15 درجة مئوية or alpha crystal اللي هي melting point مالتها درجة حرارة 20 درجة مئوية. One another disadvantage بالpreparation it adhere to the mold تبقى لازقة بالقالب. من أجي أريد أحطها وصبها بالقالب وأجي أريد أطلعها تبقى لازقة بالقالب. This is prevented by lubricating the mold before use. فممكن أنه أنا أستخدم stearic acid fatty acid أستخدم كلوبريكانت or any other lubricant ممكن استخدمه على مود يسهل لي عملية اخراج السبوسيتري من القالب ورا ما اصبها. Low melting point to raise the melting point white beeswax or synthetic fatty base like white tipsol may be added to the theobroma oil suppositories. ممكن انه هنا مثل ما قلنا من شفنا انه هي تعتبر incorporation of a drug راح يحول لي اياها الى الميلتينج بوينت مالت السبوزيتوري مو 36 جزء صير 27. سو انا اي نيد تو انكوربوريت سوليديفاينج ايجنت مثل ما شفنا انه هي بيزوكس وايت بيزوكس اور سام تايمز وايت تيبسول. هذين راح نحكي عن الوايت تيبسول لان يعني هو بحد ذاته ممكن استخدامه شنو كاوليوجينوس بيس بالسبوزيتوري. ممكن استخدم كومبينيشن جاست تو سوليديفاي
الكوكوا بتر. Poor water absorption capacity. This fault can be improved by addition of emulsifying agent. ممكن يعني من أخليها من أخلي الدراج بيها. It's not easy for drug for water to be penetrate داخل السبوزيتري وممكن ياخذ يسوي بارتيشننج للدراج. سو شلون انا الحلال هذه؟ احط ايمالسيفاينج ايجنت. ستابيليتي بروبلم، سلو كيميكال ديتيريوريشن ديورينج ستورج، ما تطول هوايه يصير بيها كيميكال ديتيريوريشن تبدي تتحلل. هذه الكوكو بتر ليش؟ لان هي ترايجليسرايد وريلاتيفلي هاي كوست. انا اجينست هاي النقطه، يعني اتس نوت هاي كوست، هاي كوست لا، اتس اكسبتابل كوست. هوفر كومبيرد وذ اثر فاتي بيز تعتبر يعني اعلى من عندهم هي السعر مالتها. سبب شنو؟ سبب انه اكو سيرتن كواليتي سيرتن ادفانتج اوف ثيوبروما اويل ممكن تكون ما موجوده باذر اوليجينوس بيس. اذر فاتي بيس اللي هي ممكن تكون ويا الكوكو بتر او ممكن تستخدم ويا الكوكو بتر او ممكن تستخدم وحدها. سوري. مثل ايش هذولا؟ راح ناخذ عليهم ثلاثة امثله من الاوليوجينوس بيس بالاضافه الى الكوكو بتر. كوكو بتر وهذول الثلاثه حيصير عندنا اربع امثله عن الاوليوجينوس بيس تستخدم بالسبوسيتري. اول واحد من هذول الامثله عدا الكوكو بتر هو فاتي بيس اللي هو شنو يكون؟ هذا commercially available موجود. triglyceride from palm، palm kernel، kernel من النواة مات التمر أو من التمر نفسه. triglyceride مستخلص combination ويا شنو؟ coconut oil اللي هو جوز الهند oil، زيت زيت جوز الهند with emulsifying جليسيريل مونوستياريت and polyoxal stearate. هذا combination يصير شو اسمه؟ يصير اسمه فاتي بيز. ممكن يستخدم شو ك اوريجينوس سبوستري بيز. also we have ويكوبي بيز اللي هو يكون triglyceride derived from coconut oil من جوز الهند. وعندنا مثال آخر أيضا بري كمان مثل الكوكو بتر هو الوايت بسول بيسز اللي هو يصير combination of triglyceride of saturated fatty acid اللي هو يكون combination من هاي triglyceride اللي هي تبدي من اللوريك أسيد، مايريستيك أسيد، بالميتيك أسيد، ستياريك أسيد، كلهن saturated fat يكونون الجليسرويد triglyceride. combination of this triglyceride بعدين شنو يكون وياه؟ يكون with varied portion of corresponding partial glyceride. ممكن يكون وياه ويا triglyceride monoglyceride و diglyceride combination مختلف. طبعا هذا الوايت بسول الى ارقام والى الى رموز بحيث شنو كل واحد الى فد melting point. ليش؟ لان هذا combination مال triglyceride و diglyceride و monoglyceride different fatty acid فحيطلع لي ممكن يطلع عندي شنو different melting point. فلهذا الوايت بسول اكو بي انواع مثلا بسبب وجود هاي التريجليسرايد بنسب مختلفة فيطلع عندي وايت بسول بارقام وانواع مختلفة كل واحد الى شنو melting point مختلفة. خلصنا الاوليوجينوس بيس، نحكي على الواتر سولابل بيس. راح نكمل الووتر سيلابل اور ووتر ميسابل بيس بالجزء القادم ان شاء الله. تمنياتنا بالموفقية ان شاء الله.